السلام عليكم أعزائي المتابعين. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه نفق وريكان. تم اختيار تجمع المختبر العمومي للتجارب والدراسات التركية لإنجاز دراسات الجيوتقنية لنفق وريكان لإيجاد حل لمشاكل التنقل، بحيث غادي تبدأ مرحلة المشروع الأولي ومدة الدراسة تحددت في 12 شهر. المشروع نفق الربط بين مراكش ورزازات عبر مسار وريكان، واللي غيمتد على طول 10 كيلومتر. وغادي يمكن هذا المشروع من تقليص مدة السفر ما بين 80 حتى 112 دقيقة مقارنة بالمسار عبر نفق تيشكا، اللي ما كيقلش مدة السفر إلا ب 20 دقيقة فقط. وغادي يتم بناء طريق للولوج إلى مستوى منتصف النفق قصد إنجاز الدراسات الخاصة بالنفق اللي غادي تكلف 30 مليون درهم. ومن إيجابيات هذا النفق ربط مدينتي مراكش ورزازات على مستوى الطريق الوطني رقم 9 بعد المرتفعات تيشكا بسبب المخاطر التقنية للمنطقة اللي كتعرف عدم ثبات بعض الطبقات الجيولوجية، وأيضا تقليص مدة السفر وفك العزلة على العديد من المناطق والجماعات الترابية بكل من أقاليم مراكش والحوز ورزازات وترداد. وغادي تعود هذه المنشأة بالخير العامم على سكان الجنوب الشرقي القاطنين بالقرى اللي كتوجد بجبال الأطلس الكبير على طول الطريق الرابطة بين مدينتي مراكش ورزازات، وأيضا مرورا بترودان اللي كتعرف دائما حوادث سير مميتة لصعوبة المسالك ديالها وتحرك جبالها خلال فصل الشتاء. وغادي يشكل المسار ديالو وجهة سياحية لكونو كيضم عدة قرى جبلية وكيمر عبر مرتفعات الأطلس الكبير وما تزخروا به من غابات ووديان ومناظر طبيعية خلابة تسر الناظرين، وغادي تجذب عشاق الجبال مما غادي يكون فأل خير اقتصادي على سكان هذه المناطق اللي كتعيش على الفلاحة المعيشية. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، إلا عجبكم الفيديو شجعونا بلايك والاشتراك في القناة وشي تعليق إيجابي ويكون محفز، وشكرا.